اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. الهيئات اعضاء مجلس النواب الحاليه يستلمون 8,093,400,000 دينار شهري. المدى العراقي يحقق 3,620,000 برميل يوميا كأعلى معدل تصدير نفطي غير مسبوق. كتابات 200 طن أدوية و410 طبيب من إيران للعراق والعباد يصرف 5 مليارات دينار لخدمة زائري 400. الجزيرة نت، أب بومبيو وبن سلمان يتفقان على تحقيق شفاف بشأن خاشقجي. العربي الجديد، قوات إيرانية تشارك بتأمين مراسم دينية في كربلاء. القدس العربي، أسبوعان يفصلان عبد المهدي عن نهاية المدة الدستورية وترجيحات بتقديمه نصف حكومة. الحياة، الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويسيطر على مواقع للميليشيات. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ونبدأ من البصائر العراقية، ووجدنا فيها مقالا كان في متنه: النفوذ الذي أحدثته الميليشيات المسلحة داخل العراق أدى إلى انفلات أمني واضح وعدم وجود رؤية أمنية لكيفية الحد أو السيطرة عليها بسبب ارتباطاتها ومرجعاتها السياسية والعسكرية والدينية المؤثرة، إضافة إلى عديدها من الأفراد ونوعية وكمية الأسلحة التي بحوزتها، حيث بدأت تفوق نوعية وكمية الأسلحة والأعتدة والمعدات التي بحوزة القوات الأمنية والعسكرية العراقية، بل بدأت تتدخل في جميع المفاصل الأمنية والاستخباراتية وتكون لديها الحظوة في العديد من الأجهزة التنفيذية، وبالتالي قدرتها في التأثير على الأرض وفي الميدان سيكون أكثر فعالية وحضور وتأثير على القرار الأمني في العراق، بحسب الكاتب إياد العناز. إن العديد من العمليات والحوادث الأمنية التي شهدتها المدن العراقية والإخفاقات الأمنية وانعدام الأمن وحالات الاختطاف والقتل العشوائي كانت وراءه هذه الميليشيات بأفرادها وقادتها ومسؤوليها، ولم تستطع أي حكومة عراقية تلت الغزو الأمريكي للعراق بعد 9 نيسان عام 2003 بكل أدواتها وإمكانياتها في الحد من خطورة هذه الميليشيات أو إيقافها عن نشاطاتها، بل على العكس فقد تمادت واتسعت وانتشرت وأصبحت ظاهرة سياسية وأمنية تقوض الوضع الأمني في العراق ولا تلتزم بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من رئاسة الأركان العراقية ووزارة الداخلية وتشكيلاتها التابعة لها، وأصبح لها الفعالية والقدرة على النفوذ في توجيه وصياغة القرار السياسي العراقي بعد دخولها للعملية السياسية وانتخاب العديد من قادتها في مجلس النواب، وفي هذا سيكون لديها القدرة على إنفاذ توجيهاتها ومخططاتها من خلال مساهمتها في إصدار بعض التشريعات أو الموافقة والعمل على توحيد الرؤى داخل مجلس النواب، بما يشكل عاملا مهما في تحقيق مآربها وأهدافها. ويضيف الكاتب أن وجود بعض قادة هذه الميليشيات ضمن العملية السياسية يعمل على تنفيذ إرادة المشروع الإيراني التوسعي وأهدافه في العراق بإيجاد قيادات حليفة للنظام الإيراني تكون أدوات له تساهم في تفعيل غاياته في النفوذ والهيمنة على الوضع العام في العراق وفي جميع الميادين والنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
من البصائر ننتقل إلى صحيفة الزمان العراقية، حيث يتصاعد صخب الأحاديث عن برنامج الحكومة المقبلة ومعايير مطابقته لمفهوم الدولة الحضارية الحديثة بعد أن توافقت الآراء بين أهل الحكم والأغلبية الصامتة بالتحديات الكبرى التي تواجه هذه الدورة البرلمانية، ما بين برنامج حكومي بحلول كبرى لآثام عقد ونصف العقد مضى، وبين أحاديث كواليس الأحزاب عن سريان مفعول مفاسد المحاصصة بعد تبادل الاتهامات بينهم بتزوير الانتخابات. برنامج الحكومة المقبلة، كتب مازن صاحب في الصحيفة. لست بناصح للسيد رئيس الوزراء المكلف، لكن أي حديث عن حكومة بثوب جديد لن تكون أكثر من تزييف للحقائق ومحاولة تسويق بضاعة الأحزاب الفاسدة، كما هو حال أي حديث عن بناء دولة حضارية من حطام مفاسد المحاصصة تحت عناوين فلسفية متعددة ربما تماثل الواقع في البناء العقائدي، لكنها تخالفه في استحضار آثام ذات الأحزاب. فالنتيجة النهائية هي الاستمرار لما سبق، وأن تم التفاهم حوله بين أحزاب المعارضة في اتفاق لندن بمباركة إيرانية وضمانة أمريكية بريطانية. وأي حلول تسعى لإعادة تدوير عجلة الحكم في العراق بعكس عقارب الساعة الأمريكية البريطانية تبقى مجرد أضغاث أحلام ونموذجا لجهل فنون السياسة، عندما لا يتطلع قادة الأحزاب لما تحت أقدامهم أملا في خطوات مقبلة ما بعد تثبيت وجودهم في السلطات التشريعية والتنفيذية. نتائج تقرير مركز مراقبة حقوق الإنسان الدولي في نيويورك عن الأعوام الماضية وما خلفته من أيتام وأرامل ونازحين ومهجرين، ونسبة تفوق ربع العراقيين على خط الفقر مقابل صرف أكثر من 1000 مليار دولار. يتطلب من البرنامج الحكومي المقبل أن يعترف بعروبة العراق ويفسر الدستور بأن العراق ليس مجرد عضو في الجامعة العربية، بل يعني ذلك امتداد عمقه العربي، وأن يكون مفهوم المواطنة قائما على هذه الحقيقة حتى بالنسبة لغير العرب، بأن سياسة العراق الخارجية قائمة على هذه الحقيقة دون الإضرار بمواطنتهم كعراقيين وصلاء، بل تعزيزا لهم لهذه المواطنة فحسب. وهذا الأمر من الأهمية بمكان لإلغاء أي حالة تراجع أو نكوص في التعامل مع مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية في المنطقة. حسم هذا الانتماء في الهوية الوطنية ليس مجرد أمنيات، بل تطبيقات لسياسات الدولة الخارجية بحسب الكاتب. لأننا نعيش في عصر حميد الهايس، فإن عدم الكفاءة والاستسهال والدوافع الشخصية تضع الوزير في منصبه، لأنه يحمل الصفات السحرية ثلاثة: أولا مقرب من أحد رؤساء الكتل السياسية، ثانيا مسالم لا يثير الشغب ويرضى بالمقسوم، وثالثا يحب أن يرفع شعار أنا وأقاربي على الوزارة. في السنوات الماضية شاهدنا كيف تم تنصيب ضابط سابق في الشرطة وزيرا للثقافة، التي حولها إلى مزرعة خاصة يديرها أحد أبنائه الميامين. ولم يكتفي سياستنا بهذا الحد من إهانة الثقافة ورجالها، لينصب مهتما بالقتل كان يفتي بحرمة مصافحة النساء. بعدها ظلت عقدة الدونية تحاصر وزارة الثقافة التي استنكفت كتل سياسية كثيرة من أن تضمها إليها، والسبب أنها وزارة بلا موارد، بل إن بعضهم قال بالحرف الواحد أثناء مناقشة الميزانية: يا إخوان، حرام أن تطالبوا بتخصيص مبالغ لوزارة لا تضم سوى راقصين ومغنيين، هذه أموال اليتامى حرام أن تبذر هكذا. وأموال الأيتام هذه لم تمنع صاحبنا المتباكي
من شراء الشقق الفاخرة في دبي. للأسف سياسيون يضعون أصابعهم في أذانهم حين تعلو أصوات المثقفين مطالبة الاهتمام بالثقافة، لأن وحوش المحسوبية والبيروقراطية والمحاصصة الطائفية دائما ما تجهض أحلام العراقيين. لماذا الاستغراب إذن من حميد الهايس وهو يقول أنا أفضل من يصلح لكرسي وزارة الثقافة؟ والآن دعوني أسأل، بعد تظاهرات بغداد ومدن الجنوب وما جرى في الموصل والأنبار وعشرات الآلاف من الضحايا وملايين المهجرين، هل سيتم اختيار وزراء الحكومة القادمة بنفس العقلية التي تم فيها اختيار خضير الخزاعي لوزارة التربية وفلاح السوداني لوزارة التجارة، وهي عقلية تصر على وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب أيضا؟ ويقول الكاتب خاتما مقالته: والآن عزيز القارئ، أرجوك ألا تسخر من المثقف حميد الهايس الذي يطمع في أن يحصل على لقب وزير ثقافة، فقد أوهموه أن الثقافة تعني الرقص، والرجل مغرم منذ شبابه برقصة التشوبي حسب الكاتب. في كل دورة انتخابية يسعى الشعب جاهدا أن يجد الأفضل من بين هؤلاء الذين تمكنوا من خلال دعاية إعلامية مشوشة وفرض نظام انتخابي يتيح لهم وأحزابهم السلطوية البقاء رغما عن إرادة الشعب، فيبقى المواطن العراقي مجبرا على انتخاب شخصية تابعة لحزب معين أو يكون معارضا ويائسا، ويقاطع الانتخابات وكلا الأمرين يؤديان إلى نتيجة واحدة، فجميع الخيارات مغلقة أمام الشعب العراقي، فقد أحكمت تلك القوى السياسية القبض على النظام الانتخابي وكل مخارجه التي تؤدي إلى بقاء تلك الأحزاب السلطوية سواء بالتزوير أو بأدنى النتائج للانتخابات. ليأتي بعد هذه الخطوة نشاط سوق سياسي لبيع المناصب الهامة والتي تدير الأموال أو تعطي نفوذ بحسب الكاتب يوسف رشيد في موقع كتابات. إنما يؤسف له أننا في كل يوم نشاهد وكأنها خطة منهجية في إذلال العراق وشعبه وفق رغبات وتوافقات فئة سياسية انفردت بالقرارات والرغبات الشخصية والمنفعية والفئوية بعيدا عن طموحات ورغبات الشعب وتطلعاته في إحداث عملية تغيير شمولية على النظام السياسي والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والجوانب الأخرى التي تصف في خدمة العراق وأمنه وتطوره نحو حياة مستقرة وآمنة تنعم بالعدالة والرفاهية وتحقيق الخدمات المطلوبة والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي والمؤسسات الحكومية. لكن هذه الأحلام صادرتها الطبقة السياسية المنتفعة من بقائها على حساب سلطة المال العام والنفوذ، والتي تتقاسم ثروات البلاد فيما بينها وتتقاسم المناصب والمسؤوليات، وكان العراق وليمة خاصة أو فريسة جاثمة تنهشها أنياب ومخالب الضباع والوحوش، وتصويره للعالم بأنه بلد متخلف لا بموارده وثرواته الطبيعية بل بموارده البشرية الذي يفتقد للحد الأدنى من الكفاءات الوطنية، وكأنه ليس البلد الذي اشتهر عبر الزمن برجالاته وعباقرته والأساتذة والعلماء في داخل العراق وخارجه، أما المعاصرون منهم فلم يجدوا مكانا لهم في العراق الجديد. ففي الدولة الفاسدة يصبح لكل موقع ثمن، وبحسب التنافس الحزبي على المواقع وحصص ثمن معين ومقايضات وتبادل بين الأحزاب، ومن يأتي للمناصب يكون شخص مدرك أن المنصب مغنم وفرصة للثراء وتعويض ما تم صرفه لأجل كسب هذا المنصب، ثم عليه أن يقبل مطالب الحزب الذي سهل له الأمر فتحول المنصب إلى كرسي لنشر الفساد والظلم، يكون محميا من أي مساءلة أو رقابة لأن كل شيء بمظلة الأحزاب الحاكمة.
بين التهدئة والتصعيد في غزة وانفلات الأوضاع في الضفة الغربية وتصعيد اعتداءات المستوطنين مستظلين بسياسات المؤسسة الكولونيالية الصهيونية الحاكمة وتحت حراستها وإشرافها وحركشات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومزاعمه بشأن وجود صواريخ دقيقة ومستودعات لحزب الله قرب مطار بيروت، يؤشر هذا كله إلى مأزق الحكومة اليمينية المتطرفة وجيشها الذي لم يعد قادرا على الخروج من أزمة الخوف والقلق التي باتت تعتريه في أعقاب الحرب الثالثة وفقدانه يقين تحقيق انتصار ناجز في حرب رابعة متوقعة يمكن للجيش أن يخوضها ضد أضعف الجبهات وهي جبهة غزة، كما يعتقد بعض جنرالاته وبعض تقديرات مراكزه للدراسات الاستراتيجية الصادرة أخيرا بحسب الكاتب ماجد الشيخ في صحيفة العربي الجديد. بحسب ضباط ومسؤولين كبار في جيش الاحتلال فإنه في حال عدم إحراز تقدم في المصالحة الفلسطينية فإن اندلاع المواجهات العسكرية مع حماس ستبقى مسألة وقت لا غير، علما أن هذه التحذيرات ليست نتاج موقف جديد في الجيش والمؤسسة العسكرية بقدر ما هي استمرار لتحذيرات سابقة أفادت بأن الأوضاع هي أقرب إلى المواجهة منها إلى التهدئة، وذلك استنادا إلى ما ذكره جيش الاحتلال عن رصده أخيرا نشاطا لحركة حماس وفصائل المقاومة في غزة تعزز التقدير بأن الحركة معنية بمواجهة ولو محدودة مع إسرائيل، فحماس بحسب التقديرات الجديدة تريد إدارة المواجهات مع الجيش يوميا وعلى مدار أيام الأسبوع وليس فقط في أيام الجمعة، ومع هذا كله تبدو الحركة في رهان أكبر على مسيرات العودة وكسر الحصار أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من كلفة المواجهة غير المتكافئة واستمرار نزيف الدم يوميا على حدود غزة، وبدا واضحا أن مستوى الحشد الجماهيري وعدد الفعاليات وتنظيمها وقوتها وتنوعها في الأسابيع الأخيرة مؤشر على رهان حماس هذا. بات القائلون بترجيح احتمالات التصعيد أكبر بكثير من القائلين باحتمالات التوصل إلى تهدئة في غزة، لكن هذه المرة يبدو أن الحرب قد تنطلق على خلفية خدعة ما تستدعيها أو تبررها، فالتصريحات الإعلامية باتت تعلن أن عملية عسكرية ضد غزة بدأ الاستعداد لها وهي واقعة لا محالة في ظل الانسدادات الأكثر تعقيدا في حياة الصراع الفلسطيني ضد كيان المؤسسة الكولونيالية الإسرائيلية. قادة النظام الإيراني قرروا زيادة جرعة القمع والعنف لمواجهة المتلاعبين بالاقتصاد من الانتهازيين والجشعين والمخربين ومنعهم من الاستمرار في ثقب السفينة من داخلها وهي لا تحتمل المزيد، متجاهلين أنه سلاح ذو حدين سيرتد عليهم بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. في إيران اليوم فإن النظام لا يخوض معركة الحد من استغلال بعض التجار ظروف العقوبات الأمريكية وحدها ودون مشاغل ومشاكل غيرها كما كان الوضع العراقي أيام صدام حسين، بل إنه يخوضها في ظل إضراب التجار في عشرات المدن الإيرانية احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي، فيما افتد إضراب آخر ينفذه الآلاف من سائقي الشاحنات إلى 320 مدينة. وبدل أن يسارع النظام الإيراني إلى التوقف عن إنفاق الملايين من العملات الصعبة على منظمات وميليشيات وعصابات وأحزاب وشخصيات دمغها العالم بالإرهاب وتسببت في عزلته وتحميله وزر جرائمها، ثم ينفق تلك الأموال في الداخل لنجدة المواطن وتأمين ما يمكن تأمينه من حاجاته الملحة، يتنطح كبار الأعوان والمستشارين لنصح مرشدهم الأعلى برفض ذلك وبالاستمرار في تمويل الفرق الإرهابية في الخارج
لحاجة النظام إليها. ويضيف الكاتب أن قادة النظام الإيراني عندما قرروا زيادة جرعة القمع والعنف لمواجهة المتلاعبين بالاقتصاد من الانتهازيين والجشعين والمخربين كما وصفهم، ومنعهم من الاستمرار في ثقب السفينة من داخلها، وهي لا تحتمل المزيد، متجاهلين أنه سلاح ذو حدين سيرتد عليهم. أوضح أنه ارتد سابقا على من سبقهم فيه، وبالمقابل يرد 50 خبيرا اقتصاديا إيرانيا على ذلك، منذرين بانهيار الاقتصاد الإيراني وداعين رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء إلى تحذير القيادة من كون الوضع أسوأ وأخطر مما تظنه، وأن البلاد على وشك السقوط. أصبح البريطاني دين والتر أول شخص في بريطانيا يخضع لعملية جراحية روبوتية رئيسية لسرطان المستقيم المتقدم، وتتضمن عادة الجراحة شقا ضخما من الصدر إلى الحوض، ما يسبب ندوما كبيرة ويتطلب نحو 3 أسابيع في المشفى للتعافي. لكن والتر تمكن من العودة إلى منزله بعد 10 أيام فقط من العملية الجراحية التي نفذها جراحون من مستشفى رويال مارسدون في لندن باستخدام الروبوت دافنشي. وفي هذه العملية تولى الجراحان الاستشاريان شهنواز رشيد وبارديب كومار التحكم عن بعد في روبوت رباعي الأذرع التي تستخدم كأدوات جراحية، وعمل الجراحان أو عمل الجراحان شقوقا صغيرة للوصول إلى داخل البطن والحوض، مستخدمين الأدوات اللازمة لنقل وإزالة الأنسجة والأعضاء المتأثرة بمرض السرطان، واستغرقت العملية نحو 8 ساعات. الآن فاصل من بعض صور الكاريكاتور التي انتقيناها لكم من الصحف اليوم. بهذا نصل لختام برنامجنا لهذا اليوم، نلتقيكم على خير في صدى أقلام جديد في نفس الموعد إن شاء الله، وإلى اللقاء.